هذه الإبداعية الواقعة بمدينة الجلفة صنعت الحدث في الدخول المدرسي لتميزها وتفننها في الإنجاز. المهندس سالم سيلع من أشرف على دراستها ومتابعتها مدة 8 أشهر. معكم المهندس المعماري سيلع سالم. المشروع هو عبارة عن دراسة ومتابعة لإنجاز ابتدائية بالقطب الحضري بربيح، ويعتبر الأول لمكتبنا فيما يخص المنشآت العمومية. أولا الشكر هو موصول لصاحب المشروع مديرية التجهيزات العمومية التي كانت دائما مرافقتنا في المتابعة الدائمة للمشروع. اختار هذا المهندس نمط معماري مختلف بألوانه وطابعه الهندسي، رغم أن هذا الشاب لأول مرة يتحصل على مشروع ابتدائي. المشروع هو تصميم لدراسة ابتدائية حديثة، حيث قمنا بالجمع بين العناصر الهندسية البسيطة والمبتكرة والألوان الزاهية لخلق بيئة تعليمية محفزة للأطفال. أولا يعتمد التصميم على مزيج من الأشكال الهندسية البسيطة بالنسبة للطفل، مثل المربعات، المثلثات والخطوط المتوازية والتي نراها في مدخل الابتدائية، مما يعكس توازنا بين الاستقرار والديناميكية. يبدع أبناء الجلفة في الدراسة والهندسة والبناء في حال إعطاء الفرصة للأيادي المحلية.